السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أنا أحمد البكري، صانع محتوى على اليوتيوب من داخل كندا، من داخل الحدث. دائما أبحث لكم عن كل شيء جديد. أنا ما أخلق القانون، الدولة هي تخلق القانون. أنا علي أوصل لكم الخبر حتى تقدمون تجون على كندا إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط اللايك إذا عجبك الفيديو إن شاء الله. خليكم وياي. اليوم راح أتكلم عن جزيرة إدوارد أو مقاطعة البرنس إدوارد. هاي المقاطعة عبارة عن جزيرة في كندا، يتكلمون اللغة الإنجليزية، ما بها فرنسي، فقط لغة إنجليزية. عندهم أكثر من 4 برامج يشتغلون عليها، يجيبون المهاجرين واللاجئين يعيشون داخل هاي المقاطعة. بس صار تحديث على البرنامج مالتهم. طبعا راح أذكر لك الاسم البرنامج حتى لا تدوخ بين البرامج الباقية. البرنامج اسمه BNB. هذا البرنامج الهجرة اللي موجود حاليا داخل مقاطعة البرنس إدوارد، صار بي تحديث، سووا بي شيء أو نزلوا ليستة عمل أو نزلوا ليستة يحتاجون بي مهاجرين، سموهم المهن ذات التأثير الحاسم. هاي المهن جابوا ليستة من المهن، سموها المهن ذات التأثير الحاسم، يعني مهن يحتاجوها ضروري ضروري ضروري، اللي يشتغل بيها، اللي يفتهم بيها، اللي يحتاجها ضروري. هسه انت اجى في بالك دكاترة، جراحين، بروفيسوريين او مهندسين حتى يشتغلون هاي المهن. هذا الحكي غلط. المهن هاي يحتاجوها. اول شيء ما يحتاجون بي جواز سفر. انت جاي تقول لي هسه بالك قل لي شنو المهن. حقول لك اياها. أول شيء يردون مزارعين، حاصدين أو قاطفين الفواكه، عمال تنظيف أو عمال نظافة للتنظيف، خدمات التوصيل، سائقي شاحنات، حدادين وغيرها من هاي المهن. الليستة موجودة وحط خليكم إياها بصندوق الوصف. هاي المهن يطلبوها حاليا وضروريا، حتى كاتبين عليها مهن ذات تأثير الحاسم، مهن مطلوبة بالضرورة. أول شيء بالبرنامج هو شنو يعني؟ أنا ليش تكلمت عليه؟ أو أنا ليش أقولكم عليه؟ أول شيء ما يحتاج بيه جواز سفر، يعني أنت ما يحتاج يكون عندك جواز سفر حتى تقدم على هذا البرنامج. 2، تقديم على البرنامج يكون ببلاش وبدون فلوس، يعني ما تدفع ولا فلس تدزلهم يابا أنا حولكم فلوس حتى تكملوا لي هذا البرنامج. 3، العمر يكون من 18 إلى 59 سنة. بس إذا كنت أعزب أو متكون متزوج وعندك أولاد أو كنت أي حالة اجتماعية، إنه أنت وأولادك وزوجتك تسجلون بالبرنامج، مو إلا فقط يكون أعزب أو عزباء حتى تسجل بهذا البرنامج. من شغلت البرنامج جدا مهم، يعني الشغلة الجميلة البي إنه الخبرة العمل، يعني أنت كخبرة قاطف فواكه أو خبرة مزارع، هاي المهن ما تحتاج خبرة عمل، ولهذا هم ما قالي لك انطينا خبرة عمل بهذه المهن. بس عندك خدمة التوصيل وخدمة القيادة الشاحنة، هاي يحتاجون بيها خبرة لمدة 6 أشهر. راح تقول لي أنا مين أجيب خبرة لمدة 6 أشهر؟ أقول لهم أنا دا أسوق سيارة أو أنا دا أسوق شاحنة. أخي العزيز، الإجازة أو رخصة القيادة مالتك مكتوب بيها تاريخ
الإصدار مكتوب بها تاريخ الانتهاء، بس لا تجيب لي شهادة رخصة قيادة مجددة وتقدم لهم إياها، راح يقولوا لك هاي ترى ما بيها 6 أشهر، لازم أقل شيء 6 أشهر تكون مسجلة تاريخ الإصدار مالتها. إن شاء الله افتهمتوا علي. هاي خدمة التوصيل وخدمة الشاحنات موجودة ومطلوبة بكثرة في المقاطعة. المزارعين وحاصدين الفواكه أو الحاصدين هذول ما يحتاجون خبرة، ما يحتاجون عقد عمل. ليش؟ هسه أقول لك عليه. العقد العمل تحتاج بشيء واحد فقط، إنه أنت تبحث عن عقد عمل داخل كندا، تسجل عليه، تروح للسفارة تقول لهم هذا عندي عقد العمل وأريد أقدم أسافر كندا لأن عندي شغلة هناك. بس بهذا البرنامج ما يحتاج عقد عمل، لا سائقي توصيل ولا الشاحنات ولا الحاصدين الفواكه ولا المزارعين ولا عمال النظافة التنظيف للتنظيف ولا الحدادين. ما يحتاج منك عقد عمل بهذا البرنامج. ليش؟ لأن أنت جاي تقدم مباشرة على المقاطعة نفسها. في القديم لازم تقدم على الحكومة الفيدرالية مو حكومة المقاطعة، بس هم غيروها وقالوا لنا تعالوا يا ناس يا عالم، اللي يريد يجي ويعيش بكندا ويشتغل بكندا خلي يقدم على المقاطعة مالتنا، خلي يسوي يفتح إنشاء حساب، ابدأ الاهتمام بالهجرة إلى جزيرة أو مقاطعة البرنس إدوارد، وخلي يخلص ويكتب البيانات كاملة حتى يقدم عليك. هسه تقول لي أنا إذا أنا ما أنا البرنامج ما بيه عقد عمل، شلون لحد أروح وأعيش؟ سؤالك صريح. العقد العمل أخي العزيز أنت 100% هم إذا وافقوا عليك إن شاء الله هم راح يقولوا لك تعال هي الشغل تعال اشتغل. يعني هم ما راح يوافقون عليك ويقولوا لك تعال عيش وانت ما عندك عيشة. بالعكس هم يوظفوك قبل ما تجي تدخل الجزيرة أو المقاطعة، هم يوظفوك ومن تنزل يقول لك اتجه لنا. ثاني شيء بالهاي المقاطعة بها قانون العمل، يعني خلينا نشرح لك قانون العمل. يعني اي شركة تاخذ عمال او تقبل انه الحكومة تنطيها عمال من خارج كندا على صاحب الشركة، اول شيء تأهيل مكان للسكن، اثنين تأهيل مواصلات، ثلاثة التدريب على العمل. يلتزمون بيك صاحب الشركة لمدة 5 أشهر، يعني صاحب الشركة هو يروح يستقبلك بالمطار وياخذك بسيارته ويجيبك للمكانك تسكن به ويسكنك به، وهو ياخذك بسيارته ووديك إلى العمل بالبداية، هو يخلص لك كل الأوراق داخل كندا، يعني أنت مدوخ بها. هذا اسمه قانون العمل. فأنت أول شيء هسه انت شنو راح تسوي؟ راح تنزل اسفل الصفحه تضغط لايك وبعدين تروح على البرنامج. موجود البرنامج اسفل الفيديو، راح تدخل عليه في صندوق الوصف تضغط عليه، راح يطلع لك ابدا الاهتمام بالهجره الى هذه المقاطعه، تدخل عليه تكتب جميع بياناتك ومعلوماتك كامله. راح تسالني سؤال، أنا أدرب سؤالك، اللغة، طالبين منك لغة، نعم طالبين منك لغة، بس ما طالبين امتحان، وما طالبين شيء صعب، قايلي لك أن تكون تستطيع أو قادر على التكلم باللغة الإنجليزية شفويا بدون كتابة، يعني اللغة ما يريدون منك لغة، يريدون منك تستطيع التكلم باللغة الإنجليزية شفويا بدون كتابة. راح تيجي تقول لي عقد العمل او العفو مو عقد العمل، حل حساب البنكي. انا تكلمت على عقد العمل. الحساب البنكي اخي العزيز
بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هم ما يردون منك حساب بنكي اصلا. ليش؟ لان انا قلت لك يوجد شيء اسمه قانون العمل. هذا قانون العمل على صاحب العمل، هو اللي يستقبلك وين بالمطار، هو اللي ياخذك ويأهل لك مكان تسكن به، ويحضر لك المكان، ويحضر لك طريقة الوصول إلى العمل، ويحضر لك التدريب على العمل حتى تعمل وتشتغل، يكون ملتزم بيك 5 أشهر. ولهذا أول شيء جواز سفر ما يحتاج منك تقدم. 2، الخبرة احنا قلناها، بس السائقي شاحنات وسائقي التوصيل. 3، اللغة تكون تستطيع او قادر على التكلم باللغة الانجليزية الشفوية بدون كتابة، لان هم ما يحتاجون منك، انت لا مهندس ولا راح تكون لهم في شيء، انت عبارة عن مزارع او منظف او حاصد فواكه، فما تحتاج انها تتعلم الكتابة. أتمنى لكم الخير والسعادة إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك إذا عجبك الفيديو، وإن شاء الله يعجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.